السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم ميران من قناة هايبريد شيد. اليوم فيديو نحكي على جدوى منظومات الطاقة الشمسية. مثل ما تشوفون اليوم الجو خريف وده تمطر، الدنيا مطر خفيف في بغداد والجو روعة، لكن مو للألواح الشمسية. توليد الآن كلش قليل، وإذا نشوف التوليد هسه قليل. في بلدان العربية عندنا نوعاً، يعني البلدان تنقطع بيها الكهرباء والبلدان اللي مستمرة بيها الكهرباء، عندنا مثل العراق ولبنان وسوريا. العراق مثلاً يعتمدون الناس على مولدات الشارع حتى يغطون حاجتهم الكهرباء أثناء فترات الانقطاع. لبنان نفس الشيء، لكن لبنان يواجهون مشاكل بتوفر الوقود، أسعار الوقود، ارتفاع أسعار المعيشة بسبب التضخم، والله يكون بعون أخواننا بلبنان. وسوريا أيضا عندهم حسب ما سمعت من زميلة عندي سورية، فتقول أنه ممنوع مولدات الشارع عندهم، فلازم يعتمدون يا أما قلة عندهم مولدات شخصية من الناس الأغنياء، والناس البقية لازم يعتمدون على السولار أو الطاقة الشمسية. اي فاسعار المولدات بالعراق يعني حاليا بالنسبه للامبير بين 13 الى 18000 في هاي السنه حسب الموسم، ان كان خريف او الصيف طبعا يزداد السعر، بالشتاء بالبرد هم يزداد السعر، وباقي المواسم يقل. اذا نحسبها الكلفه خلال 3 سنوات تعادل 3740 دولار. اما قبل سنتين كان الامبير أغلى من هسه بعد، يعني لأن كان قطاعات أكثر قبل، فكان سعر الأمبير يتراوح الذهبي تجهيز 24 ساعة بين 18 إلى 25 ألف دينار، تقريبا 12 إلى 18 إلى 20 دولار للأمبير الواحد. إذا نذكر الفرق بين كهرباء المولد وكهرباء الطاقة الشمسية، طبعا هاي صح مثلا هاي منظومة ممكن تجهزك مثلا 4 ساعات بالليل على شحن البطاريات مع التناوب مع الوطني، بس مو يعني 10 أمبير تقدر تسحب منها فقط. يعني إذا عندك لود إضافي ممكن تشغل مكناسة كهربائية، تشغل هيتر لتغلي المي، ممكن تشغل مايكروويف لثواني عادي، ممكن تصعده 15 إلى 20 أمبير حسب التيار يعني اللي يسمح به الباتري. طبعا لهذا ننصح بالليثيوم، فهاي ممكن تجهزك، بينما الوطن المولدة لازم تطفي الأجهزة الزايدة حتى تقلل السحب مالك، حتى لا تفصل عندك قاطع دورة اللي موجود عند صاحب المولد. بينما الصبح ممكن تولد لك هاي الألواح 16 أمبير، فتكون انت مرتاح تقدر تسحب حسب قدرة الانفيرتر، لكن ينصح انه ما تتجاوز 80% من قدرة الانفيرتر اللي هي 5.5 كيفي او 6 كيفي، اللي هي 27 أمبير، 24 إلى 27 أمبير، يعني تقدر تسحب منها 20 أمبير إلى 22 أمبير حسب. فتقدر الصبح تسحب هذا التيار لأن اكو شمس، ممكن يعوض من البطارية وترجع من جديد، يعني إذا نزل اللود عندك ممكن تشحن البطاريات. أما مقارنة الرصاص، بطاريات الرصاص اللي هي الجل وبطاريات الليثيوم، فالجل تحتاج 4 بطاريات مثلا. إذا مقارنة أنه 100 أمبير أو هذين البطاريتين 105 أمبير بطاريتين 48 فولت، بينما الرصاص الجل تحتاج 4 بطاريات مجموعتين، يعني 4 بطاريات من 200 أمبير الجل مجموعتين، لأن الجل ما تقدر تنزل به أكثر من 50%، لأن يقلل عمره ودورات اللي هي عمر من 2 إلى 5 سنوات، وبينما الليثيوم عمره من 5 إلى 10 سنوات حسب طبعا الحرارة، عدد الدورات، الحمل اللي تستعمله. ينصح ما تفرغ أسرع من 2 ساعة وما تشحن أسرع من 2 ساعة بطاريات الليثيوم. طبعا الرصاص شيء أكيد أقل بكثير أنه الشحن والتفريغ ماله، ويأخذ مساحة أكبر 4 مرات المساحة اللي يأخذها، كذلك يعني وزنه 4 مرات أكثر
ما تقدر تنزل به أكثر من 50%، أما الليثيوم تقدر تنزل به لحد 80 و90%، وإذا تريد صفرة هم ممكن، لكن يقلل لك عدد الدورات. كان سعر الألواح قبل سنتين ونص شديتهن كان $180 للوح بدون تنصيب، حاليا سعر اللوح $160، والألواح حاليا باي فيشل ثنائية وجه، هاي أحادية وجه، ثنائية وجه يعني ممكن الضوء المنعكس من الخلف أيضا يولد، يساهم بتوليد 10 إلى 15% أكثر من هاي الألواح. عندنا الانفيرتر، انفيرتر هايبريد كان سعره $630، الآن سعره تقريبا 600، شوية انخفض. الوايرات والأسلاك نعتبرها أنه $100. البطاريات ليثيوم فوسفات الحديد 105 أمبير عدد 2، كان سعرهن $2400، أما هسه تقدر تجهز بطاريات EVE 304 أمبير ساعة، اللي فعليا 320 أمبير ممكن تنطيك ب $2800، إضافة ل $600 سعر انفيرتر هايبريد، قواطع حماية $100، وعندك الألواح ذني $160 في 8 تقريبا 1400، يعني ممكن $4700 جهز لك منظومة تسحب منها 15 أمبير لمدة 4 ساعات، لمدة 4 ساعات ليلا ومع التناوب مع الوطني. هاي اللي هي بطاريتين 105 ممكن تسحب منها 10 أمبير عفو لمدة 4 ساعات ليلا بالتناوب مع الوطني. أما في البلدان الثانية اللي هي يعني عندها كهرباء مثلا أمريكا أوروبا، ليش يستعملون بطاريات إذا هم عندهم كهرباء؟ طبعا لأنه عندهم شنو التعرفة، اختلاف بالتعرفة بين ساعات الذروة دوام أو ساعات عدم الذروة، يعني الذروة ممكن سعر الكهرباء يتضاعف اللي هو بعد الرجوع من الدوام بعد الساعة 4 لحد الساعة 12 بالليل، وبعدها يكون استهلاك قليل فيكون أسعار الكهرباء أقل، فيستعملون تسلا باور وول مثلا حتى تشحن في أوقات الكهرباء تكون رخيصة وتفرغ شحنها في أثناء كهرباء تكون غالية فتقلل الفوات. هذا إذا يقدر يشد بدون ألواح شمسية، أما ناس ممكن تشد ألواح شمسية بدون بطاريات ترجع كهرباء الصبح وبالليل تشتري من الدولة، فممكن يقلل لك فاتورة الكهرباء بدون صرف مبالغ عالية على البطاريات اللي هي لها عمر افتراضي يعني قصير نسبيا مقارنة بالألواح، لكن تفقد خاصية انه الطوارئ اذا انطفت الكهرباء وما عندك يعني انفيرترك اون جريد او ما بي خاصية انه تسحب منه باور عدا التوليد للوطني، فممكن ينقطع عندك الكهرباء غالبا لان ما عندك بطارية. لكن مثل ما جربنا فيديو سابق انه نقدر نشغل بعض الاحمال على أو نقدر نشغل المنزل على الألواح الشمسية في أثناء وجود الشمس إذا في أثناء الطوارئ إذا ما كان عندنا بطارية، وإنفيرتر هايبريد يدعم أون جريد أوف جريد. طبعا أتمنى الفيديو يكون أعجبكم ومعلومات هاي، لا تنسون تشتركون بالقناة، لا تنسون لايكاتكم تعليقاتكم هي اللي تحفزنا أن نستمر بهاي الفيديوهات، وشكرا جزيلا لكم، مع السلامة.